ازاي البضاعه ما وصلتش؟ انا باعت رمزي بيها لغايه اسوان من 3 ايام. ايوه مديله العنوان في اسوان. حاضر يا معلم، حاضر هشوفه واكلمك تاني. حاضر، ماشي ماشي، مع السلامه. يخرب بيتك يا رمزي، يخرب بيتك، اعمل لك ايه بس؟ قلت لك قلت لك اسوان اكيد وديها السودان، ده قادر قادر ويعملها قادر. السلام عليكم. انت عامل لي فيها بكار؟ البضاعه فين يا وديت البضاعه فين؟ بص يا دولا، احنا راكبين القطر عادي جدا، فلقيت القطر يعني ايه في محطه، فساعتها هموت من جوع، فيا دوبك يا دولا نزلت عشان اجيب يعني بقسومات يعني وجبنه نستون. يا فالح، القطر سابك وماشي. لا يا دولا ما سابنيش، اللي رجعت لقيته، بس ما لقيتش بقى الشنطه اللي فيها البضاعه. اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ والله ما عارف اعمل لك ايه، كل يوم بمصيبه، كل 3 دقايق بكارثه، اعمل لك ايه؟ والله ما اعمل ايه؟ انا حاسس ان انا مشغل الواحد معايا في البازار عشان يخرب بيتي وخلاص، زي انا حاسس ان لو غفلت عنك بس دقيقه واحده هتولع لي في البازار، زي ما اكون مشغل عندي انبوبه في البازار، اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ مش عارف اعمل لك ايه. طيب اعمل لك ايه؟ مالك يا رانيا؟ ما فيش، ماليش. لا بس ملامح وشك بتقول ان في حاجة. ملامح وشي دايما غاوية اشعاعات. لا مالك بجد يا ديدي. رمزي يا ستي مخسرني النهاردة فوق 3000 جنيه، انا حاسس ان انا مش بشغله عندي، انا حاسس ان انا بلعب بيه قمار. ما هو انت بصراحة غلطان يا بيبي، بصراحة يعني انت لازم تفصل ما بين صلة القرابة وكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والميلوجين اللي بينكم وما بين عملك. يعني انا عايزة اقولك ان اللغة الوحيدة ما بين رجال الاعمال في العالم هي لغة البيزنس. عندك مثلا اشهر رجل اعمال في العالم بيل جيتس رفض يشغل ابن خالته عنده على الرغم من حيلات العيلة كلها. يا سلام، رفض يشغل ابن خالته؟ طب وخالته عملت ايه بقى على كده؟ ولا عرفت تتصرف ولا تعمل حاجة. لا بس انا سمعت ان خالته دي بنت لذينة، حطيت الموضوع ده في دماغها وما رضيتش بقى اتجوزه بنتها، دخلت دي في دي. يا سلام، لو النبي عادل ما تلخبطنيش، انا ما وصلتش للمعلومة دي في الموسوعة، ارجوك خلينا في رمزي احسن. ما احنا كنا في رمزي، انت اللي خدتيني في جولة حول العالم. طب خلاص يا سيدي انا غلطانة. عموما يعني حلا لمشكلتك، انا شايفة ان اوسط الامور الوسط، يعني انت مثلا تجيب حد مع رمزي. اوسط الامور الوسط ورمزي الا اجيب معاه حد؟ ما اكيد هيشرب من غباوته، يبقى بدل ما يبقى عندي واحد غبي هيبقى عندي جوز اغبياء. الحل يا نونا الحل. اوبا، اقول لك على الحل، هو بايخ شويه، انت بقى تمشي رمزي، هو ده الحل الوحيد بصراحه. لا امشي ايه بس يا رانيا؟ يعني ضميري ما يسمحليش ان انا اعمل حاجه زي كده، مين هيستحمله لو اشتغل مع اي حد؟ ما حدش هيستحمله. اقول لك على حاجه، انت تمشي رمزي وتفضل ممشي له مرتبه لحد ما الاقي شغل تاني. صدق فكره هايله. فكره هايله صح، ادي له مرتبه ويبقى كمان وفرت الخسائر اللي بيعملها لي كل يوم. مظبوط، انت بكره الصبح تروح تعمل اعلان في الوظائف الخاليه في الصحف السياره. لا 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 لا، مشكله حكايه الصحف السياره دي، لو عملت اعلان وظائف خاليه كم ناس عاطلين هيجولي، عندنا بطاله على الاقل 90 مليون من 70 اللي عندنا دول. لا احسن حاجه اشوف حد خبره وليه فكره، عنده فكره بقى في موضوع اللي هو البازارات ده. الوحيد اللي يقدر يفيدني في الحكايه دي المعلم مهرجه. ازيك كده يا معلم مهرجه، وازاي تماثيلك؟ بتبوس الايادي يا معلم عادل. يا سلام، للدرجه دي تماثيلك بتعزني؟ يا بتعزك وبس، هو في تمثال يا راجل ما يعرفكش؟ ده التمثال مؤاخذه من وهو في بطن امه بيؤيد ويبايع المعلم عادل. هي فيها مبالغه شويه لكن عموما تشكر يعني يا معلم. انا بس كنت قصدك النهارده في طلب كده. من عينيا، ده انت تأمرني، هقول ايه؟ خيرك مغرقني، كفايه عمليه الحرانيه الاخيره. الله 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 يا معلم، طب ما انا طلبت منك يا معلم تشاركني من النص في البضاعه، انت اللي قلت لي بضاعه خسرانه، يعني انا ما اتاخرتش في حاجه، ومع ذلك انا نص ساعه اجيب لك البضاعه اللي انت عايزها من البازار. يا جدع خلاص، ما احنا قلنا بقى ان احنا اخوات، والبضاعه عموما ما راحتش بعيد، راحت لاخويا واحد واحد يا معلم عدوله. ده العشم برضه يا معلم.
انا بس اخش في الموضوع على طول، انا طالب حد يشتغل عندي في البازار. يا سلام، كلنا صبيانك يا معلم عادل، بس يا ريت تقول لي بقى امتى بقى اخويا استلم المقاشه والجاروف؟ ما هو خلاص بقى زمن المعلمين بح. ليه كده بس يا معلم؟ لا سمح الله وانا هطلب منك حاجه زي كده، انا طالب منك بس تشوف لي صبي يجي يقف معايا في البازار. اذا كان على كده سهل قوي، بكره يكون عندك. وبكره ليه؟ النهارده يكون عندك. مين يا واد عمي؟ مين وسجيني؟ رمزي انا عايزك يا رمزي. رمزي انا اقول لك على حاجه يعني، واحتمال تزعل. هو اكيد مش اشكال تزعل يعني، انا صراحه مش فارقه معايا يعني، مش متاثر. دول انا عمري ما ازعل منك يعني. في ايه؟ بص يا رمزي، في واحد هيجي يشتغل في البازار. ياه، اخيرا بقى دولا فهمتني وجبت لي كده عيل بقى يريحني واقعد اشربه الصنعه بايديا. صنعه ايه اللي تشربها؟ شربوا الواكسه، شربوا الخيبه، صنعه ايه؟ بص يا رمزي، هو هيشتغل مكانك يعني، عشان انت مرفوض يا رمزي. بتحب تهزر انت. اهزر ايه؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. انت مرفوض يا رمزي، انا خلاص رفدتك، وده هيجي يستلم الشغل مكانك. خلاص انا كفايه استحملت كم الخسائر اللي انت سببتولي طول عمرك، فلغايه كده وحلو قوي. مرتبك ماشي يا رمزي، مش هتخصم منه ولا مليم، بس اهم حاجه ما اشوفكش في البازار. هتتكل على الله من بكره، من النهارده، من دلوقتي حالا. يلا بره 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 بر بر بر. ما تقطعنيش ما تقطعنيش، ما تتكلمش معايا خالص. بره بره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. برنس الناس. اهلا وسهلا. معاك امين من طرف المعلم مهرجه. اهلا يا امين، اقعد اتفضل. معلم مهرجة صراحة يعني بيشكر اللي فيك كتير قوي. معلم مهرجة ده باشا اللي مربينا من واحنا عيال صغيرين، ده هو اللي مكتشفني. يا سلام، هو اللي مكتشفك؟ إيه كان بيحفر ولقاك ولا ايه؟ لا، في عيد ميلاد 13 دخل علي معلم مهرجة وفي ايده حتة صلصال صغيرة كده، هدية عيد ميلادي يعني. يا دوبك يا دوبك يا باشا دخل شرب الشاي مع ابويا، خرج لقاني ناحيتها مسلتين ومدخلها راس في راس مع كاميرا كانت في ايد خواجة روسي. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوة دي؟ واضح يعني ان انت قديم في المهنة يعني، بس انا ما سمعتش عنك صراحة قبل كده. انت من جيل ايه؟ انا يا سيدي اوعى على ترميم مناخير ابو الهول، ده كان ايام بقى المعلم التماثيل الكبير الله يرحمه. يعني نفس الجيل تقريبا، بس انا بعد كده بقى هاجرت الاقصر بعد احداث 97. رحت الاقصر بعد ضرب السياحه؟ رحت تعمل ايه؟ طبطب عليها؟ رحت ادفع ضريبتي كمصري بيحب وطنه ومهنته. الله الله، امين انت شكلك هتعمر معايا حته. نعم يا استاذ عادل. هات كوبايه شاي لامين. حاضر. اعتبروا المكان بكالكم. صباح الفل يا باشا. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ الناس دي كلها جت امتى دي؟ دي استفتحت معامله بس يا باشا، وبعدين انا احب اكون على مستوى عتبتها لمؤاخذة. ايوه بس يعني وقعت عليهم ازاي دول؟ ابدا يا باشا، تليفون صغير بس لصاحبي جون باولو، سكرتير اول في مركز الثقافي التشيكي، الراجل اول ما قلت له ما تاخرش عليا، راح بعت لي فوق كامل من المطار على هنا على طول. حاجة جميلة جدا، ده انت على كده بقى ليك علاقات كتير بالمراكز الثقافية دي؟ علاقات؟ يا باشا انا ليا في كل سفارة واجب وفي كل قنصلية جميل مستنيين بس يردهولي، عشان كده بقى تلاقيني عامل زبون حلو، حلو حلو يعني، لأن أنا بشوف السائح من دول ألغيه وقتي، ما استناش، واخد بال سعادتك؟ شوف بعرق سوس، سندوتش في الكلور، غير بقى السلطات بتاعتهم، ربعين كبدة بالحبشتكنات بتاعتهم، آخد السائح من دول أركبه جمل، زقزقة في المولد، وهم بقى بيفرحوا بالحاجات دي قوي. يا سلام، انت بتتعامل مع السائح كانه ابن اختك الصغير اللي انت واخده وتفسعه يعني. تمام يا باشا، وكده تضمن انك خدت السائح تحت باطك على طول. لا بعد كده مفيش بقى اي اتوبيس فيه افواج سياحيه يعدي من تحت باطك. ها عليا يا استاذ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. ايه عايز ايه كده دوله كده؟ تبيعني علشان خاطر ده 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 اللي انت مستهتر بيه ده؟ النهارده مدخل لنا 2000 جنيه، عارف يعني ايه 2000 جنيه يا استاذ؟ طب ومن امتى كانت الفلوس بتفرق معانا يا دوله؟ من امتى؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ وانا شفت من وراك فلوس اصلا. بص يا رمزي، انت ايه اللي جايبك دلوقتي؟ انا عايز اخد حاجتي. حاجتك ايه يا ابو حاجتك؟ ايوه حاجتي يا عم.
حاجتك ايه؟ كنت شايل فلوس عندي في تمثال جبس وجاي تكسره تاخدهم؟ بص برضه هتقعد تتكلم في الفلوس يا عم، الفلوس ما تفرقش معانا، انا عايز بنطلون البيجامه المخطط بتاعي. بنطلون البيجامه هو اولا مش مخطط، بنطلون ابيض وانا اللي مديهولك، وقبل كده هو قلت لك انه عشان اسر عليا اتبرعت لك بيه في يوم اليتيم، جاي عايزه؟ ماشي ماشي يا رامز، بسرعه بس بسرعه. حاضر حاضر اجيبه لك بسرعه، انا عامل حساب اليوم ده وعامل انك هتتلكك على اي حاجه بسرعه عشان اتخنقت. حاضر يا سيدي، وادي العصايه اللي انت كنت فاكرها نايه اهي بتاعتك عشان ما تجيلهاش مره ثانيه. اتفضل. وادي البنطلون بتاع البيجامه بتاعتك. ايه ده؟ لا البنطلون ده مش بتاعي يا عم، التاني كان رقعته من ورا. ما هو ده رقعته من ورا، انت كنت بتلبسه والمشقلب يخرب بيتك. طيب فين فردة الشراب الكحلي بتاعتي؟ فين؟ فردة الشراب بتاعتك انت عملتها كورة في رمضان اللي فات لما كنتوا بتلعبوا كورة مع فريق بتاع شارع الـ30. ماشي. عايز حاجة تاني؟ استنى استنى، البنطلون ده كان فيه 75 قرش يا دولة، 75 قرش وميدالية على شكل رمسيس كنت سارقها من وراك. الميدالية اللي انت كنت سارقها من ورايا اساسا دي بربع جنيه، ومع ذلك انا خدتها. عايز ايه؟ تروح تبلغ البوليس؟ روح بلغهم قول لهم ان انا سرقت منك الميدالية اللي انت سارقها مني. انا مسامحك يا دولة، مسامحك عشان تعرف ان انا يا دولة مش هحط ابن عمي لحمي ودمي في موقف زي ده. موقف زي ده ايه يا رمزي؟ انت جاي دلوقتي عايز ايه؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم. رمزي يا ابني احنا مش اتفقنا خلاص ان انا رفدتك وان اجرك ماشي زي ما هو؟ وادي يا سيدي اجرك اهو. ماشي ازاي يعني؟ ماشي اجرك هتاخده اهو كامل ومش هيتخصم منك مليم يا رمزي. اتفضل، لاول مره في حياتك بتاخد اجرك كامل اهو. لا 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 يا دولا، والنبي اخصم لي منه، ما تحسسنيش اني مرفوض. يا رمزي خلاص خلي الفلوس دي معاك عشان انت مش قاعد هنا في البازار، هتاكل وتشرب منين؟ ولو احتجت اي حاجه يا رمزي، ها اي حاجه، انا ابن عمك برضو، تيجي تقول لي على طول. خلاص يا رمزي. دولا حبيبي. خلاص يا رمزي خلاص. دولا حبيبي. خلاص ما تستخدمش القميص كده يا رمزي. خلاص خلاص يا رمزي ما تضايقنيش. خلاص يا رمزي. خلاص يا رمزي مخصوم منك 10 ايام. رانيا 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 رانيا. ايه روح؟ مالك جاي منتشي قوي كده ليه؟ الحمد لله الحمد لله يا رانيا، اخيرا عندي احساس النهارده زي احساس نصر 6 اكتوبر، عيد تحرير سيناء، كاس الامم الافريقيه، اخيرا اخيرا خلصت من رمزي وربنا كرمنا النهارده اخر كرم. بصي شايفه فلوس قد ايه جت لنا؟ خلاص خلاص هنعوض بقى سنين الحرمان والغباء اللي عشناه مع رمزي دي، ونحقق كل احلامنا ونجوز ياسمين بنتنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله رجعت لي عادل اللي بحبه تاني. ثانية واحدة ثانية واحدة. أيوة أيوة أيوة. دولا حبيبي. حسين حسين. دولا إيه اللي جاب الزفت ده هنا؟ منك لله منك لله رجعت لي عادل اللي بكرهه تاني. إيه دولا أنت هتسيبني كده واقف على الباب يا دولا؟ أنت عايز إيه؟ عايز إيه؟ أنا مش خلاص رفدتك يا لا، أنا مش رفدت، أنت مش فاهم يعني إيه رفدتك ولا إيه؟ إيه ده؟ مين؟ رمزي؟ اتفضل واقف على الباب ليه؟ ازيك يا مرات عمي؟ كده يا دولا ترميني رمية الطفل اللي باباه غدر بمامته وسافر الامارات بعد ما كتب عليها بيوم. يا دولا افتكرني اي لحظة حلوة جمعتنا سوا. اي لحظة حلوة؟ انت هتغني لي وانهو لحظة حلوة اللي جمعتنا سوا دي؟ انا ما شفتش منك اي لحظات خالص، كل ما بتيجي في دماغي بفتكر تمثال كسرته، افتكر ورقة بردي قطعتها بالنص، افتكر سايح دخل عندنا البازار وخرج من البازار يا عيني دمعته على خده ورجع بلدهم ونوى ان هو ما يرجعش مصر تاني، كل ده اللي بفتكره لك. انهو لحظة حلوة؟ معلش يا عادل المرة دي رجعه على ضمانتي. أبوس إيدك يا مرات عمي، أبوس إيدك حنني قلبه عليا. والنبي يا مرات عمي فاكرة لما كنت بتبعتيني السوق أستقضلك حاجات؟ فاكرة يا مرات عمي؟ طول عمرك خدوم. خدوم إيه بس يا ماما؟ خدوم إيه؟ لعلمك بقى هو اعترف لي قبل كده، لما أنت كنت بتبعتيه السوق يشتري خضار كان بيتعمد يشتري خضار بايظ عشان ما تبعتهوش تاني. صح. طول عمرك ما عندكش ضمير. طب اتكلمي انت يا خالتي مرانا بقى، بذمتك انا مش كنت بروح اجيب لك ازايز رغاوي بتاعت الحموم؟ طول عمرك خدوم يا رمزي. خدوم ايه بس يا حماتي؟ ازايز الرغاوي بتاعت الحموم دي اللي هي الشامبو، عارفه كان بيعمل ايه؟ كان بيشتري بقى ازايز فاضيه بتاعت شامبو ويقعد يحط فيها زيت وبطاس، وعشان يعمل منها رغاوي كان يحط بغبائه ازازه الشامبو كده اهو ويقعد يرغي يقعد يرغي جنبيها، مش كده؟ طب انت اخر مره استحميتي فيها كان امتى يا حماتي؟ امبارح.
ما حسيتيش بأي حرقان مثلا ولا حاجة وانت تستحمي؟ انا حسيت بحرقان وهرشان كمان. اهو الهرشان ده بقى من البطاس اللي بيحطه على الزيت بتاع الاكل. جامي هاو دير يو جو تو هيل. ربنا يخليك. شايف ربنا يخليك ايه؟ بتقول لك جو تو هيل يعني اذهب الى الجحيم ومواصلتك عندنا يا رمزي. يا دولة. طب ياسمين ابوس ايدك يا ياسمين يا حبيبتي. ياسمين دي بالذات اللي فاهمك كويس قوي. فاكره يا ياسمين اما كان بيقعد يقول لك ياسمينه يا كلبوزه؟ اه كلبوزه دي شتيمه. ما انا عارفه. وكان بيقطع كراسات الواجب عشان يعمل طياره ورا وبرده ما كانش بيعرف. كمان ما بتعرفش. طب يا ام ياسمين انت ساكته ليه؟ اهو ام ياسمين بقى نفسها هي اللي محرضاني. خلاص يا رمزي خلاص، مفيش حد في العيله كلها ولا في العماره ولا في الشارع طايقك يا رمزي. ده ابوك اللي هو ابوك الله يرحمه جاني امبارح في المنام. ايه ده ابويا جالك امبارح في المنام وقال لك ايه يا دوله؟ قال لي تسلم ايديك يا دوله. يا نهار اسود. قال لي ضربه معلم ان انت رفدت رمزي ده خالص. الله يرحمه كان حنين قوي. اصحى. ايه حته في ايه؟ انت كل شويه تخضني يا حته، عايز انام شويه. مفيش قعاد هنا من غير طلبات يا حته. انا ده سادس مشروب اطلبه وما اشربوش. مش مشكلتي تشربه تسقي بيه اللبلبه اللي في مدخل بيتكم ده ما يخصنيش. الماركه هنا بيتغير كل ساعه. عينيا. حاضر. انا لسه قابض والله يا حته ومن غير خصم كمان. بس ابوس ايدك بقى، سيبني شويه انام شويه بقى. فوق مطفي لك نور القهوه واولع لك اباجوره اوضه النوم واشغل لك ميوزك. ولو فيها رزاله يعني تولع لي قرص ناموس عشان جسمي بياكلني. لا هي فيها رزاله. تحب سعادتك حاجه معينه على البريكفاست؟ الصراحه نفسي في البيضه وسمنه اللي كنت باكله مع دوله. طب ما تروح له هو يقوله لك. لا ما اصل هو خلاص طردني يعني علشان انا غلطت، بس هو اكيد هيرجعني تاني. ده حنين قوي. انت تستاهل اللي يتعمل فيك. ايه ده ما كنا ارتحنا من الواغش ده، ايه اللي رجعهم تاني بس؟ ولا حتى انت تعرف الواد ده؟ ده الواد امين الحرامي، عيل خيرت كده مشموم. امين الحرامي؟ بص انا ما اقراش في حياتي غير الغباء. يا عم وانا مالي؟ ايام ماليش دعوه. انت مركز معايا ولا ايه نظامك؟ مركز. ها اتفقنا يا عم. العمليه دي مش جايبه ثمنها، ده عمليه نقل كبيره واقل من 500 ورقه مش هبد ايدي. شكلهم باعوا البضاعه كلها. يا عم بقى ما تحسنيش ان انت هتنسى في جبل المقطم، ها وتلف لي بقى على كتفك. بس العموله على مخاطره العمليه مش على حمولتها. ما تتسد انت وهو بقى اللي تفتحونا. الله بقك لف الجهولك. يا لهوي يا دوله يا لهوي. يا جدعان افهموني انا في البازار الكل في الكل ومحدش هيشك فيا. وبعدين صاحب البازار اهبل ومسلم لي دقنه. يا نهار ابيض يا دوله، هينت فولك دقنك، هينت فولك دقنك، هينت فولك دقنك. ايه يا عادل بقالك يومين قاعد في البيت يعني؟ انت قافل البازار ولا ايه؟ لا بالعكس، فتح وشغال تمام والتماثيل مية مية. على فكرة الواد اللي اسمه امين ده فعلا هدية من السماء. خلاص انا مش مهم اروح البازار، كله تمام. انا معاك ان هو كويس حسب كلامك يعني، بس برضو انت لازم تبقى حريص لان الضربة لا تأتي غير من اقرب الناس ليك، واحنا مش عايزين نكرر مأساة ريتشارد كبد الاسد لما اهم حلفائه خانوه. ريتشارد كبد الاسد؟ ايوه صح. هو كان بالاماره يعني ريتشارد كبد الاسد ده كان فاتح عربيه كبده في انجلترا وكان رايح يصطاد يعني شويه عيش فرنساوي ده عشان سندوتشات الكبده. رجع بقى على انجلترا لقى حلفائه خانوه وفشوا درج العربيه وخدوا اراضي اليوم ولاد اللذين. بس انا عايز اقول لك على حاجه، لو سمحت ما تستهونش بكلامي لان كلامي فيه منتهى الاهميه. حرص ولا تخل. يا رانيا حبيبتي انا محرص كويس جدا، وبعدين لعلمك انا عملت حركه خبيثه. انت عارفه بقى جوزك لما بيتخابز بقى. رميت له 5 جنيه على الارض. قلت اشوف بقى رد فعله هيبقى ايه. راح موطي جاب ال5 جنيه واداهالي. بقول لك امين وهو امين. راح نخلص قبل ما حد يطورنا بقى. يلا مش كل ده. السلام عليكم. انتوا مين؟ سلام الله وبركاته. احنا بننظف البازار. طيب ربنا يوفقك. ربنا يخليك. اي خدمه؟ لا كله تمام. الاخ رمز امين. السلام عليكم. يلا ماشي. يلا شيب.
ايه ده؟ بتنضفوا البازار يعني بتسرقوه يا حراميه؟ انا عندي شويش يا شويش. يلا يا مين؟ ايه ده؟ باع البضاعه كلها؟ ايه الحلاوه دي؟ بالخزنه بكل حاجه؟ يا نهار ابيض والله الواد ده هايل. ايه الصوت ده؟ رمزي انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك 100 مره ما تجيش هنا؟ هتعمل لي فيها مخطوف والله لو عملت لي فيها مشنوق. اطلع بره يلا اطلع بره. عايز ايه؟ عايز ايه؟ امين سرقك يا دولا. امين سرقك. ايه؟ امين سرقني؟ ايوه دولا. سرقني ازاي انا؟ ايوه دولا انا شايفه هو والعصابه بعينيا. يعني انا بيتي اتخرب؟ بيتي اتخرب. ما تقلقش يا دولا انا عارف هما فين. بينا بسرعه على القهوه. يلا بسرعه بسرعه. انت هتعمل لي فيها طهر البطريق. فارم عليكم يا رجاله. لا اصل في صحيح يا واد يا امين انجزت مهمتك بسرعه واتقان. عيب يا معلمي ده انا تربيتك. يا رمزي احنا نهجم بقى يالا دلوقتي. اصبر يا دوله عشان نعرف البضاعه فين. المهم يا امين البضاعه فين؟ البضاعه معايا هي يا معلمي. الله يخرب بيتك ازاي انت جايبها هنا؟ اهو البضاعة معاهم. يلا نهجم يلا رمزي. اصبر يا دولة عشان يبقوا متلبسين. طب انا قلت اجيبها هنا عشان نخلص وتديني بيت حق بقى. حق قد ايه؟ انت ممكن كده مغفل تودينا في داهية تحبسنا. ايه؟ ولا رمزي إيه؟ يلا بينا نهجم بقى يلا. اصبر يا دولة علشان نتأكد يا عم ان البضاعة دي بتاعتنا مش بتاعت حد تاني. اصبر استعمل بقى بعد امتى؟ يا ابني ليه يا عادل؟ بقت التحف دي كلها كنت عايز تاخدها لوحدك. ايه يالا بضاعتنا والمصحف هي. اصبر يا دولا بص انا رايح الحمام وارجع تاني. لا خد 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 احنا هنهجم دلوقتي. في حاجه؟ في الحاجات بتاعتي اتسرقت من البازار. الواد ده ما حدش اتحرك من مكانه. يا حته يا رمزي تعالوا اتصرفوا معاهم اهو انا محوط عليه. ما حدش جالنا جواب من الضرايب. والحمد لله طبعا كل شيء بس المفروض تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا دولا انا ليا نظره يا دولا في بتوع الضرايب دول. بص ما دام هم بعتوا لنا جواب احنا برضو نرد عليه بجوابات وكده وكمان شويه ناخد تليفونات بعض ونتصاحب ويبقى ما بين الخيرين حساب. يا دولا ما بين الخيرين حساب ما بينك وما بين الضرايب؟ يعني انت يكون عليك الضرايب هم يقولوا لك لا 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 خليك يا رمزي ما بين الخيرين حساب. مصلحتك اولا يا رمزي محقوله. يعني اخيرا بدات تفهمني طبعا يا دول. ايه ده؟ ده جاي من المنصوره. هي ضرايب المنصوره بتضرب في ضرايب القاهره والضرايب كلهم ضربوا في بعض ولا ايه؟ يلا لمصلحتنا يضربوا في بعض احنا ما ندفعش لا هنا ولا هنا. مرسل لكم من عنبه كفر الترومبه. كفر الترومبه؟ ايه ده؟ دي بلدنا دي يا دول. بلدكو؟ اه. طب وانت ليك ضرايب ايه هناك يعني ما دفعتهاش؟ اه اكيد مثلا على المعزه سيمبا. المعزه الصغيره بتاعت سيمبا المنقطه دي انت عارفها دول. والمعزه سيمبا دي هياخدوا عليها ضرايب ايه؟ حزمتين برسيم. لا يا ابني ده مش جواب من الضرايب خالص يا ابني. مش شكل جوابات الضرايب. ولدنا العزيز اللذيذ رمزي نبلغكم بان ابنه خالتكم الانسه عنبه قد أتم الله نعمته عليها ورزقها بعريس كالفحل. هو ابن أبو مندور نتعي عين أعيان كفر الترومبة. وبإذن الله سوف نأتي إليك لمصر. سوف تأتي إليك لمصر أم الدنيا حتى تشتري شوارها وطقم ستائرها من حداكم. ولكم بالغ الشكر والأسف. يا دي البلد والقرف اللي بيجينا من ورا البلد. ألا هو ما فيش حد ساب البلد وسافر مصر ونجح وحقق ذاته غير انا؟ انت هتتنطع على اهل بلدك يلا؟ وبعدين انت ايه شايف نفسك ايه في مصر يعني؟ هو انت جاي لك بعثه دراسيه في روسيا بتدرس الطاقه الذريه مثلا؟ ده انت مرمطون في بازار في القاهره يلا. مرمطون ناجح احسن من صاحب بازار فاشل. بص انا مش هخش معاك في مهاترات مين الناجح ومين الفاشل. ده كله تضيع وقت بالنسبه لانسان ناجح زي. المهم هتعمل ايه بقى في عينة بقى ريبتك دي اللي جاية؟ شادولة بقى ما تجيبليش سريتها دي. سريتها دي بتسد النفس خالص. ايه ده للدرجة دي وحشة يعني؟ جدا يا دولة جدا.
تخيل كانوا عايزين يلزقوها لي واتجوزها، بس انا ايه يا معلم رفضت طبعا. يلا يلا رفضت، هتصيح عليا يا ولد رفضت ايه؟ انت قلت لا تتجوز، انت اساسا لو جابوا لك المعزه اللي عندك سيمبا المنقطه دي كنت هتتنطط من الفرحه، لكن ترفض واحده ست؟ انت بتتريق دولا؟ لعلمك بقى رفضتها ورفضت اللي احسن منها كمان. ماشي يا عم جان بلكو، يا يعني عماد حمد كفر ترومبا، يا نهار اسود. المهم هتعمل ايه في الست دي؟ هتبيتها فين يعني؟ ما تقلقش يا دول، انا هتصرف، ارميها في اي حته والسلام. ترميها في اي حته ايه يا ابني؟ اعمل حسابك دي مهما كان واحده ست برضه. يا دولا ما تقولش واحده ست يا عم، بلاش مبالغه يا عم، دي بنت غتيته ورخمه. وانت هيجي من بلكو ايه يعني؟ ما انا عارف، بس اوعى يا رمزي اوعى تفكر في وقت من الاوقات. بص بقولها لك ازاي وصباعي عامل ازاي، ها، انك انت تجيبها عندي البيت. ها عيب يا دولا عيب، وانا خلاص يعني ما عنديش نظر خالص بقى. انا عملت فيك فصل من الحاجات دي قبل كده؟ عملت كتير، بس المهم ما تجيبهاش عند البيت، لانك انت لو جبتها عندي انا مش هفتح لكم يا رمزي. يا دولا ما تقلقش يا دولا، بص انا هاخدها كده ساعتين واروح اشتري لها الستار من قراشه بتاعتها وبتاعت بلدها دي، وهقوم شاحنها على اول ميكروباص على البلد بقى. الو، ايوه مين؟ ايه؟ لا لحظه واحده لحظه واحده، ايه واحد ظابط من اسم الهرم عايزك. الو، ايوه هرم، ايوه فندم. مين؟ رمزي؟ ابن عمي. خير؟ لا حاضر حاضر حاضر، انا هاجي على طول. حاضر شاولا. رمزي ايوه. خش يا حيوان، تجرجرني كده وفي انصاص الليالي على الاقسام بشوال الفحم اللي انت ماشي معاه ده. طب انا كنت اعمل ايه يا دولا؟ بس انت مش قايل لي بنفسك ما تجيبهاش ليه على البيت يا دولا؟ تقوم وديها على جنينه. جنينه يا غبي، جنينه تبيت فيها يا حيوان. لا اله الا الله، طب ايه الغلط في كده؟ جنينه؟ يا نهارك اسود، تقعد بنت خالتك وتبيتها في جنينه يا متوحش؟ الرك عليها، ايه اللي يخليها تمشي ورا واحد دهول زي ده؟ كده عندك حب جبت لي الكلام وانت اخنفك مش طايق. يا قطه ما تتكلمي يا حبيبتي، ولا هو لا صوت ولا صوره، لا شايفينك ولا سامعين حسك. جنينه جنينه يا حيوان، تبيتها في جنينه. يا دولا يا دولا، والله هي متعوده على الخضره يا دولا، هي كانت بتبات في الغيط. الغيط حاجه والجنينه العامه حاجه تانية يا ابني. يا عم كلها خضره دولا وكله بيترش في الاخر. طب ما انت اللي غلطان يا عادل، انت معتمد على واحد غير مسؤول عن المسؤوليه اللي المفروض يبقى مسؤول عنها. مش ممكن. عاجبك كده نسمع الكلام اللي احنا مش فاهمينه؟ خلاص يا جماعه ما تزعلوش نفسكم، انا هاخدها تبيت في تحت سفح الهرم. ايه ده تعالى هنا، سفح الهرم ده ايه؟ انت عايز مشاكل وخلاص ولا ايه؟ سفح الهرم ده ايه؟ ما عندناش دم، ما عندناش مروءه، ما عندناش اخلاق، ما عندناش يا ماما مكان تبيت فيه خالص. واهدي بقى يا ماما. اهدي تلقح في اي حته في المطبخ ولا اي حته في الصاله. سفح الهرم ايه يا جماعه؟ طوبه تقع عليها من الهرم تفتح نفخها، ولا حصان معدي يدوس عليها، ولا بلهول يصحى يخضها بالليل. لا لا لا، احنا مش ناقصين مشاكل يا جماعه. وبعدين ازاي يعني تنام تحت سفح الهرم في البرد ده هوت؟ وبعدين المود بتاعها ممكن يتقلب، لان هناك بيعملوا اوبرا عايده وبيعملوا الصوت والضوء بالليل، بالاضافه لوجود تيار هوائي قادم من تحت سفح الهرم مع رياح غربيه شرقيه ممكن تفطس. لا 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 لا، خلاص يا جماعه انا موافق ان هي تبيت ان اهو تحت سفح المطبخ. يا قطة، ايه رأيك في البيتة اللي اخترناها لك؟ ايه رأيك دي؟ احنا ما عندناش حريم تقول رأيها خالص بتاتا. انا هنا راجل البيت، زفت البرك دي تسمع الكلام وهي خرصة خالص وتنفذه. قال ايه رأيك؟ عنبة على المطبخ، نجرب بسرعة. ده انا رمزي قلت لها نجرى على المطبخ بالريموت كنترول كده، تجرى على المطبخ. ايوه بتتنسي ده، انت شخصيه هلا شخصيه دولا. طب اطلع بره. يا دي الليله انا مش فايته. مين دي؟ بسم الله
الشقة دي مسكونة محدش صدقني. القصة الفظيعة اللي هبت عينا فجأة دي. ايه الخيالات اللي عمالة تراودني دي؟ أتعشم إني بكون بحلم. أنا أتعشم إن يكون ده حقيقة يعني ويكون واقع مش حلم. هو حضرتك تبقي بنت أنهي ملك من ملوك الجن؟ أني عنبة بنت خالة رمزي. رمزي الحيوان اللي أنا عارفه ولا عندك في عالم الجن واحد غبي برضو اسمه رمزي؟ استنى أنت يا عادل، أنت غشيم، الموضوع كده دخل في الجد. أنتي بنت خالة رمزي اللي هلت عينها من شوية كانت متلفحة بالسواد؟ أيوة أني. وإيه بقى إن شاء الله اللي عمل فيه كده؟ ده أنتي كنتي لا صوت ولا صورة. لا ما شاء الله بقت صوت وصورة وصورة مجسمة وبالألوان كمان. يا ما تحت الساهي دواهي، ايه يا اختي اللي ملبسك كده؟ مفيش، انا قمت عشان اعمل تدريبات الايروبكس بتاعتي زي كل يوم. اوه انت بتعملي ايروبكس؟ والله برافو، انت عارفه انا احب الست الرياضيه جدا وبالذات اللي بتحافظ على جسمها. طبعا الست الرياضيه رياضيه، وبعدين اللي بيهتم بنفسه ده بني ادم يعني عاقل وفاهم هو بيعمل ايه، غير بقى الناس اللي مالهمش دعوه بالرياضه خالص. طبعاً يا روحي، عسل راحة الجسم ما راحة الصوابعين. ايه يا حبيبتي ده اعلان جزم اللي انت بتقولي عليه ده بره موضوعنا خالص، انا بتكلم على الايروبكس. انت ليك علاقة بالايروبكس؟ يعني انت ليك علاقة بالايروبكس قوي يا اخويا؟ والايروبكس ده يا اختي اتعلمتيه فين؟ في ترعة بلدكم؟ اني اصلا مدرسة العاب وخريجة تربية رياضية، وبعد كده اتعينت في مدرسة زهر الليمون الثانوية بنات. ياه ما شاء الله، يعني تعليم عالي وجمال عالي، يعني دي حاجة جميلة خالص. الرياضة دي مهمة قوي على فكرة يعني. لكن طموحي موقفش لحد كده، لإيماني إن المرأة لازم تقتحم كل مجالات الحياة. تقتحم براحتها مدام عندها المواصفات دي. تقتحم ايه ابو تقتحم؟ من امتى يا حبيبي وانت بتسرد دور المرأة في المجتمع؟ لما حسيت ان دور المرأة دور مؤثر طبعا. كملي يا عنبة كملي. وعشان كده طورت نفسي وخدت دبلومة في الرقص الرياضي. رقص ورياضي؟ بلاش تشوهوا سمعة الشباب والرياضة، سيبوا المنتخب في حاله، المنتخب مش ناقصكم. شش اسكت اسكت اسكت. والدبلومة دي بقى أخدتها في كفر ترومبا يعني؟ يعني كنت بتتمرني في الجيم اللي جنب الساقية؟ العالم كله بقى قرية صغيرة، ولأني ما قدرتش أنزل مصر أخد الدبلومة فخدتها عن طريق الإنترنت من جامعة كامبريدج سبورت بأتلانتا. يا سلام جامعة سبورت. يعني بس أنا فاكر والله إن دي رحلة كفاح يعني. كفاح؟ الرأس دلوقتي بقى كفاح؟ تحب أنزلك شو على الهرم بكرة أكفاح لك؟ عادل انفذ يا حبيبي عشان تخش تنام بدل ما أوريك الكفاح على أصوله جوه. اصبري بس، يعني رجلها قفشة يعني معقولة؟ والرجل مدام قفشة والعضلة نفسها تعبانة ممكن تأثر تأثير سلبي على الركبة، وبعدين الركبة دي ما شاء الله مش أي ركبة، دي واضح إن هي استراد. الركبة دي إيه أخبارها يعني؟ شكلها بجد تتعب قوي يعني. تقصد إيه محنوح؟ أقصد يعني إن إحنا هنتعب قوي على ما نلاقي لها قطع غيار بشرية. هي الركبة دي مش من مصر مش كده؟ متشيك ومتبرفن على فين العزم؟ ان شاء الله رايح تخطب. بطلي شيطانه ساعه صبحيه يا سناء. شفت حتى سناء لاحظت؟ لاحظت ايه بس يا جماعه؟ يعني هو الواحد لازم ينزل من بيته معفن عشان عجبكم يعني؟ امال فين عنب؟ امال عايز عنب في ايه؟ امال لا ما فيش، هاخدها اوصلها لرمزي زفت ده عشان يجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها يعني. لا ريح نفسك انت يا اخويا، انا هباخدها اجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها يعني. ايوه طب وانت ذوقك ايه يعني؟ ده هي ذوقها عايزه تشتري ستاير معينه، انت تفهمي في الذوق ده ازاي يعني؟ وعين بنتي كمان ايه اللي عندها ذوق اساسا؟ دي سناء ذوقها لا يعلى عليه اصلا. ربنا يخليكي ليا يا اختي. ايه ده انتوا الاثنين اتفقتوا مع بعض؟ ما شاء الله اول مره تحبوا بعض كده. بقول لكم ايه، بلاش الحركات دي وخفوا شويه على البت الغلبانه المسكينه اليتيمه الحلوه الجميله القمر الشيك دي. الحلوه الجميله القمر الشيك؟ على فكره بقى عادل انت ذوقك بتحضر جدا. صباح الخير يا جماعه. صباح النور يا جماعتين. ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ امال فين اللحاف الاسود اللي كنت جايلنا بيه امبارح؟ زي القريه للقريه
وزي البنزينة للمدينة. الله الله، شايفين الكلام طالع ومتناسق ويعني بالظبط، القرية للقرية والمدينة للمدينة. أيوه كده ما شاء الله، ده إيه الحلاوة دي، كاملة من مجاميعه. على فكرة بقى، ده اسمه نفاق اجتماعي واسمه مشيان مع الموجة. موجة إيه وبحر إيه وتطرطشي علينا ليه بس يعني؟ اهدي كده اهدي. يلا يا عيني اتفضلي عشان أوصلك، اتفضلي. هينقطني بارد تلاجة، هينقطني. أنا عايزة أبقى صريحة واضحة معاك عشان تقيمي الموقف صح وتلحقي تتصرفي. أوكي. البنت حلوة، القطة المشمشية نطت حتة نطة من فوق المنية، زوزة علينا يلا برضه. صباح خير يا رمزي. صباح خير يا رمزي، ازيك يا رموزة؟ ازيك يا ابن عم رموزة؟ ازيك يا رموزة؟ احنا بنقول له في البلد يا جلاحة. جلاحة. احتشمي يا بنت. لو سمحت احتشمي يا بت. وبعدين ايه الهباب اللي انت لابسها ده؟ انا مش قلتلك 100 مره قبل كده ما تلبسيش جنس وبطي؟ اخر مره يا رمزي. رمزي كده اهو، حف سي رمزي. وبعدين انا قايل لك 100 مره ما تلبسيش الزفت ده، ها؟ علشان الزفت ده بيليق على البنات الحلوه بس، لكن انما يعني انت مفيش خالص. يا نهار عامة. ولا رمزي تعال، ولا رمزي خلي بالك انت كده بتحرجها يعني وبتخدش انوثتها. يا عم انوثه مين يا دوله؟ ما تبالغش يا عم بقى، ده احنا ما صدقنا ان هي اتجوزت يا دوله. انا كنت خايف اصل تعنس وتتدبس في عربيزي، كنت اوديها فين انا؟ دي تعنس؟ لما دي تعنس اللي عندي ايه بقى يحصل لهم؟ يضربوا بنار في ميدان عام؟ بص يا سيدي انا ممكن اخدمك في الموضوع ده وهساعدك كابن عم يعني. عشت يا دوله ربنا يخليك. انت تنزل دلوقتي تروح انت تجيب الستاير وسيبها بقى معايا، هي تقعد بقى تتدبس معايا يعني، اقعد استحملها بقى وخلاص. لا لا يا عم، وانا يرضيني يعني؟ لا ما يرضنيش ان انا احطك في الوضعيه دي خالص يا دوله. يا عم وضعيه ايه؟ انت بس سيبها معايا وانزل انت روح هتلاقي الحاجه. مش معقوله يعني هتاخدها وتروح تجيب بيها الحاجه، افرض الحاجه ما عجبتهاش فترجع تاني تاخدها وتروح توديها، لكن انت روح انت هات الحاجه وسيبها بقى تقعد معايا بقى يعني. ما يا دوله انا ما ينفعش اروح لوحدي يا دوله، علشان جوز مرات عمي اللي هي جوز خالتها اللي هي لازم موصيني عليها، هقول له ايه الله يرحمه؟ انا كنت فاكر الموضوع نسب يعني. شفت بقى دوله شفت؟ لا خلاص خلاص، سيبها يا رمزي، سيبها يا رمزي واتكل انت على الله. يعني معقوله هتمشي بيها في الشوارع؟ مش معقوله يا رمزي. بص يا دوله، ما هو اذا كان حبيبك عسل يعني ما تشفطوش كله. انا هاخد البنت دي واقوم شاري لها الكام حاجه اللي هي عايزاها دي، واقوم شاحنها على اول ميكروباص بقى بلا قرف. بص يا رمزي، البت دي على فكره شكلها مستغل جدا يعني، ممكن وهي معاك في السكه تقعد تقول لك بقى هات لي حاجه ساقعه، هات لي سندوتش عشان جعانه، وبعدين ميكروباص ايه اللي انت هتركبه لها؟ معقول هتركبها ميكروباص؟ ايوه يا دوله، احنا بقرشنا نوقفها اجعص ميكروباص. توقفها اجدع ميكروباص ايه يعني؟ ما ممكن هي لو ركبت الميكروباص تركب. اوكي، بس اكيد مش هتنزل منه يعني. لا ما تركبهاش ميكروباص، مش معقوله تمرمطها يعني. بص يا رمزي، خد 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 خد. ما ينفعش اسيبها. خد يا خلاص، يلا خلاص، خد ادي 50 جنيه معاك اهم. ها تجري انت على الله، روح هات لها الحاجه وتعالى انا هقعد معاها غصب عني. مش هتستحملها. معلش هتستحملها دوله؟ عشان خاطرك يعني ابن عمي ولازم استحملك يعني. يلا اتكل على الله. مش هوصيها بس. انت بت حسك عينك تتعبي عمك عادل، ها؟ بالبلغة. حاضر يا رامز. حاضر يا سي رامز. قوي قوي يا رمزي. ايه في الباب معاك؟ ها ماشي، مع السلامه. مع السلامه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معلش يا استاذ عادل، انا متجل عليك هنا وفي البيت كمان. متقله ايه؟ لا 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 لا، معقوله؟ ده حضرتك خفيفه جدا يعني. امال التقل اللي عندي في البيت ده يبقى ايه بقى؟ ده انا بلعب في اوزان تقيله يعني. على فكره حضرتك انسان اقرب للمثالي، جميل جدا وراجل يعتمد عليه فعلا. ربنا يخليكي، ده انت اللي شكلك يعني جميله جدا صراحه يعني، ويعني عارفه متطوره كده. هو انت من الجيل الرابع للستات ولا ايه؟ على فكره اي ست في الدنيا ممكن تبقى جميله، سواء كانت من العاصمه او المحافظات. محافظه ايه بقى؟ لا حضرتك ده انت لو محافظات تبقى محافظه كندا بقى. متشكره قوي، بس الفكره اللي متاخده عن المراه في الاقاليم اختلفت كتير يا استاذ عادل. اختلفت وهتختلف على ايديك ان شاء الله. بس انا يعني معلش انا اسف اني بتدخل في حاجه زي كده، هي ملحوظه يعني. ازاي تبقى واحده مثقفه وجميله زي كده ويجوزوكي واحد اسمه ابن ابو مندور؟ ده شيخ الغفر في البلد ولا ايه؟ اولا انا ما حدش جوزني،
أني ومنظور واخدين بعض عن حب، وقصة حبنا يضرب بيها الكفر كله من صغيره قبل كبيره. وبعدين منظور شاب زين وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية جد الدنيا. اقتصاد وعلوم سياسية؟ ده أنا على كده بقى رمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، منورة والله. شايفين البنت بتتنطط ازاي؟ عاملة زي فرع علوز. اقطع دراعي ما كانت بتشتغل رقاصة في مولد في بلدهم. انا قريت في بحث ميداني ان الرقص بعد الغدا مهم جدا. ليه فوار؟ انا البنت دي بتفكرني بايام طفولتي، ايام ما كنت فانفتا في نادي الجزيرة وبعمل هلا هوب هلا هوب. طب شيل الاطباق، مش عارفة تشيلي نفسك. شيل الاطباق، شيل هلا هوب. يلا يا جماعة تعالوا حركوا الدورة الدموية شوية عشان الكرش. ايه يا رانيا، ما تيجي تشاركينا اللحظة الحلوة دي؟ استني انتي بس يا حاجة بلا وزرح. عادل ايه المسخرة دي؟ انا عايز اعرف ان انت من امتى بتلعب رياضة؟ طول عمري بلعب رياضة، الرياضة مهمة جدا، الرياضة للجميع زي القراءة بالظبط. يلا يا عنبة يلا. مش هيك اخد نفسي فيها يا عنبة. مالك يا استاذ عادل، مال لياقتك البدنية بعافيك ده؟ وريني. أكيد شد عضلي. اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا كده الشد العضلي بقى أحسن كتير الحمد لله. واحد اتنين واحد. نعمل تمارين خفيفة مثلا صوابع. لكن نقعد مرمطنا من الصبح يعني. مش معقولة، أنا استحملتها يومين كمان، قررت إنها تمد إقامتها وتقعد على قلبي أسبوع كمان عشان فستان الفرح الهباب بتاعها وهدوم الفرح الهباب بتاعها. كله من عادل، منك لله يا عادل، هو اللي ركبها علينا. أنا أنام في المطبخ تاني؟ أنا؟ بصي أنا عايز أقولك على حاجة، هو الحقيقة يعني إن أنا معجبة بالبنت دي اللي اسمها عنبة، اللي هي قريبة رمزي دي، برضو سنها صغير وقدرت توصل للجسم والحجم ده، بس ده ما ينفيش إنها لازم تبطل بجاحة وما تتعاملش على إنها أجمل واحدة في الكون. صعبان عليك تقولي كلمة صدق واحدة في حياتك؟ قوليها، البت فرصة. حبيبتي إذا كانت هي فرصة فأنا مهرة. ياي مش معقول العقد اللي انتوا فيها دي. يا حبيبي احنا كلنا أجياد. يا سلام، قاعدة أنا في اسطبل خير. بقول لكم ايه، البت دي راكبها عفريت صايع وأنا أعرف أتعامل معاها، لو اتقصعت ولا اترقصت هقلع الشبشب واديها بيه لما طلع العفريت. شبشب ايه يا ماما؟ عفريت ايه؟ ايه الكلام بتقوليه ده؟ لازم نكون صراحة مع نفسنا يا جماعة، البت دي احنا مش هنعرف نسد معاها. لا استني استني استني، انا بقى استوعبت، احنا نبوظ لها الجو العام اللي بتعمل عليه الرقص الايقاعي بتاعها ده. ازاي يا فزلكة؟ ولا حاجة، نغير طبيعة الميوزك اللي بتسمعها، نهدي الاضاءة شوية بحيث انها تأثر على الطاقة البيولوجية بتاعتها، نزفزف الاضاءة شوية. سيبوني انا هنكد عليها. طن 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 طن. واحد اثنين طن 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 واحد اثنين طن 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 واحد اثنين طن 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 طن. امال فين؟ ده انا قاعد عامل في الكويت ب 2000 دينار. اوعى تكون عملت فيها حاجه. اسكت، مش طالع بتاخد منشطات؟ وجالها هبوط ودلوقتي هي بترتاح عشان هي مسافره. ايه ده؟ هي مسافره النهارده؟ شوف الايام الحلوه بتمر بسرعه ازاي. جمب. بس ما تقلقش يا حبيبي، اي تمرينات انا اللي هعملها لك الصبح كده. انت اللي هتعملي لي التمرينات وعايزاني ما اقلقش. اشوف وشكم بخير يا جماعه. مع السلامه. مع السلامه. نشوف وشك بخير حبيبتي. انت قولي لي صحيح، انت مأمنه على وشك؟ طبعا، مش ده رقص مالها. عينا بقى نشوف وشك بخير يعني، هتوحشينا والله. هنفتكرك كل يوم واحنا في تدريبات الصباح، مع كل نقطة عرق بتنزل هتنزل دموع مننا اكيد يعني، عشان تفتكر بيها كابتن عينا بقى. انتوا كمان هتوحشوني جوي جوي، لو تسمح يعني
ممكن تقبل مني التذكار البسيط ده؟ ما حكيتيش غيره. يا سلام على الرقه دي، جميله جدا. يا كل ما هعرق طبعا بقى وام ياسع عرقي كده هفتكرك. متشكر جدا، متشكر. لولا حبيبي عايز ايه؟ ايه دولا بقى يا عم؟ انا جاي اخد زفت البرد دي. يلا بنت انت، يا بنت انت، يلا يلا. حاضر يا رامز. ايه ايه ما تخشيش ما تحيش. حاضر يا رامز. ما انت ايه اللي جابك النهارده يعني في ميعادك؟ ما انت كل مره بتيجي متاخر. مع السلامه يا عنب. الله يسلم. مع السلامه. سلامه يا زفت. مش متضايق ولا حاجه، انا بس يعني زعلان، مش عارف مين هيدربني تدريبات الصباح بعد كده. يعني ايه الليله الكبيره اللي انا عايش معاها دي؟ ولا يا رمزي، لا التمثال ده اعمل وشه الناحيه الثانيه. وهتفرق ايه يعني؟ هتفرق ان عمرك ما هتتعلم اي حاجه خالص. الاسطى ما بيقول كلمه الصبي يسمع الكلام وينفذها عشان يبقى في مره من المرات يبقى هو كمان اسطى. اسطى؟ طبعا اسطى. امال انت فاكر ايه يالا؟ انت فاكر الشغل ده كده اي كلام وخلاص؟ لازم يبقى في اسطى وصبي. انت صبي اسمع الكلام وخلاص، لف وش. حاضر. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الاستاذ عادل؟ لا ده الاسطى عادل. طيب حضرتك تعرف واحد اسمه المعلم عبده التمثال؟ عبده التمثال طبعا اعرفه، ده اللصه بتاعي. انت بقى تعرفه؟ ده دلوقتي في المستشفى وبينفذ انفاسه قبل الاخير. طب هو حضرتك يعني هو في مستشفى ايه؟ انا لازم ازوره طبعا. في مستشفى صباح الخير يسعد صباحك التخصصيه. صباح الخير يسعد صباحك. دي مستشفى بالنهار بس ولا ايه؟ يا دولة معروفه دي، لو العيان راح بالليل يعني ممكن يودوه المستشفى بتاعت مساء الخير يسعد مساك. طيب حضرتك انا هاجي معاك المستشفى دي، لازم ازوره ولازم اشوفه، ده اللصه بتاعي، ده هو اللي علمني المهنه. ولا رمزي خلي بالك من البزار على ما اجي. يلا في عينيا يا دوله. يا لصه عبده تمثال، اتفضل يا استاذ، اتفضل. في عينيا. على ما على ما استنى على ما استنى. الف سلامه ليك. الف سلامه ليك. سلامتك من القال عجيبه دي، ان شاء الله اللي كان جه في رجلك. والله يا اسطى كان جه في رجل الواد رمزي ده. ايوه اتفضل. ايوه ايوه استنى. اتفضل. طيب اتفضل معاك. اتفضل على ما اقعد هنا. بس ايوه بس اهو. الف سلامه ليك. ما شاء الله دي الخير دي انا. ايوه يا معلم. الله ينور عليك يا معلم. ولا رمز ولا شوف المعلم اي حاجه هو عايزها هاتها له على طول. انا يا دكتور. هاي الشيش. رانيا مفاجاه يا رانيا، عارفه انا جايب معايا مين؟ معايا المعلم تمثال الكبير. يا عادل يا عادل، انا 100 مره اقول لك ما تجيبش البضاعه بتاعتك لمقر الزوجيه وعيش التزوج بتاعك. عيش التزوج ايه وبضاعه ايه؟ بقول لك المعلم تمثال الكبير، المعلم ده اللي لحم كتافي وكتافكو من خيره. امال ايه؟ انا نفسي بس ارد له جزء صغير من الدين اللي عليا. طب وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ رانيا السؤال ده ما يتسالش، المعلم تمثال يقعد هنا طبعا، احنا نتصرف في اي حته. دولا الحق اللي انت جبته لنا ده. دولا طب ساكت. الف سلامه ليك يا اسطى. الله يسلمك. ممكن لحظه بعد اذنك؟ اتفضل. لا ما تسيبنيش يا عاد. ما تخافش يا اسطى وانا جنبك انت. طيب ايوه يا دكتور. الراجل ده يبقى والدك؟ ده اكتر من والدي حضرتك، ده يعتبر الاب الروحي ليا. يعني انا مستعد اعمل له اي حاجه اي حاجه، ان شاء الله اتبرع له برقبتي بكليتي، ولو وصلت حضرتك ان انا اعالجه على نفقه الدوله هعالجه على نفقه الدوله. يا دولا هو ده حمل ركوب قطر يا دولا؟ الراجل ده ما عندوش مرض عضوي، ده مرض نفسي. ايه عنده كرشه نفس؟ تصدق انا ما
برضو شفت كده من الاول، عارف انا لاحظت ده من حركه زيغ العينين. برافو عليك والله. زيغ العينين؟ لا 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 لا، ما حدش يقول كده على النص بتاعي، ده عقله يوزن بلد. يا دكتور الحل ايه؟ الراجل ده محتاج يحس بنفسه وبذاته وبشخصيته واهميته كفرد منتج في المجتمع. سلام عليكم. انا معجبه بك يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه يا دكتور، مع السلامه. طب والعمل يا دوله؟ انا خلاص، انا عايز اموت، عايز اموت واغور من وشكم. انا حياتي اتبهدلت اتهللت. لا لا شفت قال ايه؟ قال النعيم. لا انا مع اللسطه، انا مع اللسطه للاخر. يعني ايه عادل؟ يعني ايه هو لعلمك بقى اللسطه ده وجوده من وجودي، يعني انا ما كانش يبقى لي اي لازمه لو اللسطه ده ما كانش موجود. انا معاه للاخر. ايوه دول هتعمل له ايه يعني؟ هخليه يقعد على مكتبه في البازار. طب وانت عادل؟ انا مش مهم، وانا كان مين علمني؟ لعلمكو هو ده اللسطه الروحي بتاعي، وانا هفضل معاه للاخر. انا معاك يا اسطى تمثال. ما تسيبنيش يا ابني. انا معاك يا اسطى تمثال. ما تسيبنيش يا ابني. يلا بينا. اهلا وسهلا يا معلم. بازارك ومطرحك. اتفضل. اوعى نضف كرسي. لا لا رمز. اتفضل. اوعى. اتفضل يا معلم. اتفضل. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا ابني. ما شاء الله نورت البازار والله. والله زمان يا عادل يا ابني. وزمان ليه بس يا معلم؟ ايام زمان ترجع تاني. منين يا ابني؟ ام كلثوم ما كدبتش لما قالت وعايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان ارجع يا زمان. يا سلام، ودي فيها مشكله. ارجع يا زمان، خلي عندك دم وارجع يا زمان. اه وهات لي قلب لا انضرب بقى ولا اتكرت ولا نام جعان. ام كلثوم قالت لا انكرت ولا انضرب ولا بس يلا بس يلا. الله الله عليك يا عادل، نعم الاخلاص يا ابني. انا دلوقتي ملياش حد في الدنيا غيرك بعد ما قفلوا لي سلسله البازارات بتاعتي في الاقصر. بس لعلمك بقى معلم هم الخسرانين، يعني معقوله يخسروا نبغه زي حضرتك يعني في عالم البازارات؟ معقوله؟ انا مستعد تلاقي لي اي شغلانه عندك هنا في البازار. عايزني امسح لك البازار ده اخليهولك زي المرايه، اخليهولك زي المرايه. عايزني اسيها لك الارضيه اسيها لك. التماثيل دي اخليها لك بتلمع زي. لا 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 لا، لا ما تقولش كده يا معلم. امال زفت الطين ده وظيفته ايه هنا؟ احنا عايشين كلنا من خيرك يا معلم. يعني قصدك مثلا تديني حسنة عطية منك؟ عطية مين ومنك مين يا معلم؟ لا ما اقصدش طبعا يا معلم. يعني بص البازار ده بتاعك انت يا معلم، تخيله كده هو. انا بالعكس يا معلم نفسي استفيد منك ومن خبرتك. انت عايز تستغلني يا عادل؟ يا نهار اسوح، انا مش عارف اقول لك ايه يعني يا معلم. بص يا معلم البازار ده انت صاحب البازار، وانا هرجع صبي تاني ليك يا معلم زي ما كنت زمان. المهم ان احنا نتعلم منك، مفيش تمثال يدخل ولا يخرج الا باذن منك انت يا معلم. ها قشطه؟ ايه قشطه دي؟ كنا زمان بنقول فله مش قشطه، انا غيرت بس الحته دي. لكن لو فله عجبك نرجع فله تاني. فله؟ ما تمد ايدك يا معلم، ده من خيرك ده. ده كتير يا ابني كتير. ازاي بقى يا معلم؟ ده يعني اقل حاجه نقدر نعملها لك يعني. انا سعيده قوي ان انا قاعده على سفره واحده مع الصانع الحقيقي اللي جوزي عادل، المربي الفاضل اللي عمل منه شيء بعد ما كان لا شيء وتافه. ليه كده يا مدام؟ ده عادل بالنسبه لي من اذكى وانبل واعظم التلاميذ اللي دخلوا المحل عندي. انا افتكر يوم ما جابوا ابوه، جابه هو ابن 17 سنة كان لسه ورور، وقال لي خد يا معلم. أيوة طبعا، ومن ساعتها يعني وأنا مع المعلم ودكني وعلمني وعمل فيا كل اللي هو عايزه. فاكر يا عادل؟ فاكر لما كنت تجيلي وتقول لي أنا خلاص يأست؟ كنت بقول لك إيه؟ كنت بتقول لي حاول تاني يا واد عادل. ولا فاكر لما كنت تجيلي وأنت مرهق وتعبان من كتر الشغل كنت تقول لي خلاص انا فرحت انا سئت؟ كنت اقول لك ايه؟ كنت تقول لي عادل حاول تاني يا ده عادل. اقوم انا بقى عشان الحق رمزي قبل ما يقفل المحل، ادور لي على نومه جنب منه. تنام فين؟ على الارض؟ لا يا معلم، ده انا لا اكون عشت ولا كنت يوم ما اسيب المعلم تمثال ينام على الارض. امال هينام فين؟ هينام هنا طبعا في البيت. كلام انا في ايه؟ ايه ده ولا
اللي انت بتهبيه ودول ايه؟ دول اللي قال لي دول ايه يا ابو دلدول؟ طالما ما بتسمعش الكلام اقف عدل قدامي ولا اللي بكلمك ايه اللي خليك ترص التماثيل دي؟ ما تقوحش، قلت لك التماثيل دي تخش المخزن. امال احنا اشتريناها ليه بقى يعني؟ انت بتعلي صوتك عليا هنا؟ تعلي صوتك عليا؟ تعلي صوتك على المعلم؟ انت حتة صبي لا رحت ولا جيت. اوعك تفتكر ان الصبي بيفهم. الصبي ما بيفهمش، المعلم بس هو اللي بيفهم. الصبي ينفذ وينفذ بالجزمة. لا بقى لا بقى دولة دولة الحقنا دولة دولة هي ايه لهذه يا ابني؟ اقعد اقعد. ايه في ايه؟ دولة افهمنا دولة، مش انت دولة اللي قايل لي ان التماثيل الجديدة دي ترصها علشان السيزون بتاعها ما يروحش؟ طبعا يا ابني، اي حمار بيفهم ان التماثيل الجديدة هي اول حاجة تترص عشان السيزون. اهو اسمع بقى، المعلم بيقول لي لا. اي حمار يعرف ان التماثيل الجديده لازم تترمي في المخزن؟ ازاي يا دوله؟ ده اذا كان انت بنفسك امبارح اللي راصص التماثيل دي على الرب. غلطت يا رمز، غلطت في ايه يعني؟ ما غلطتش ولا حاجه، هو بس لقيها فاتت عليك. لا لا لا، ما فاتتش عليا، انا غلطت يا معلم، وبعدين احنا بنتعلم منك وبنستفيد منك ومن خبرتك. انت هنا الكوماندا يا معلم، انت اللي توجهنا وتقسم الشغل. يعني زيك زيه؟ ايوه طبعا، انا زي رمزي يا حضرتك يعني. انت بس ايه، انا صبي عاملني كصبي. ولما انت صبي، في صبي يبقى قاعد كده قصاد معلمه حاطط رجل على رجل ولا؟ لا مؤاخذة يا معلم، لا مؤاخذة يعني. فل يا معلم. فل. اجرح مش هقدر اشكي، ولا حتى عيوني تبكي، ولا حد بيوم عليك. اجرح انا تحت امرك، علشان الامر امرك، وانا قلبي بين ايديك. من ضعفي قدامك انا قلبي خدامك، اجرحني بكلامك وانا حظا اتحمل. ايه اللي بينتهي غير القضية وحيرة اللي اتعملت خايب منك له بازار طويل عريض، يجيب تلات ابيض كده. خلي بالكم من البازار، حد عايز منكم حاجة؟ ربنا يخليك يا معلم. معلم لو سمحت والله، انا بس كنت عايز اي حاجة. ايه؟ كنت عايز يعني اي حاجة يعني معلم، عشان الواحد خلاص بقى يكح اسمنت يا معلم. انا مش مديلك 50 جنيه من هنيك اسبوعين، اوعى تكون بتشرب دخان. لا يا معلم ما بشربش. تشرب دخان؟ لا والله يا معلم ما بشربش. شم بق حضرتك، انا بس كل ما في الموضوع ان انا متجوز حضرتك وعندي ستات في البيت. ايه يا عم، ما احنا مالنا احنا بالكلام ده؟ بص كل واحد على قد مجهوده. اوعى اوعى معلم لو سمحت، يعني انا كنت محتاج يعني ايه؟ اه 12 جنيه. ايه بتقول ايه؟ اجيب بيهم راديو 12 جنيه يا معلم. يعني 12 جنيه ربنا يخليك يا رب يا معلم. يقول لك احنا محتاجه، انا مالنا احنا؟ ربنا يخليك يا رب. يخليك يا رب. 12 جنيه عد اهم 12 جنيه. عد الفلوس دي على عادة. 12 جنيه ماشي. ايوه 12 جنيه. لازم تكون عشرتين لازقين في بعض. لا. ويتعدوا 12 جنيه هم 22 عادي. دمك خفيف يا معلم. انا فاتن قوي. ماشي. ايدك غلط. ماشي يا معلم اتفضل. اتفضل. عايزكم تخلي بالكم من البازار. ارجع على ايه بيلمع بيبرق سايق الارضيه. ايه وجب. ايوه ماشي يا معلم. مع الف سلامه. فتح عينك منك لو ماشي يا معلم. مع الف سلامه. ربنا يخليك لينا يا رب. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه يا معلم. مع الف سلامه. رمزي مش انا ابن عمك يالا؟ وبرضه ابوك يعني الله يرحمه كان صاحب ابويا يعني، واخوات هم اصلا. تديني حاجه من النفحه دي؟ طيب مش هتاخد حاجه. بس يالا بس يالا بس يالا. دوس دوس يا رمزي على كرامتي. دوس دوس. مفيش اي حاجه من النفحه دي يا رمزي، خليك جدع بقى. امال بقى بص، روح اجري العب بعيد. اجري العب بعيد. العب ايه؟ العب بعيد. اه ماشي ماشي. واطي واطي يعني. انت تعمل ايه بالمبلغ الضخم اللي معاك ده يا ابني؟ اشتري بيرا. Thank you.
يا رمزي، ما انت عارف يا رمزي ان انا عندي مصاريف كتير يا رمزي، عندي بنتي الصغيره وعندي مراتي وعندي ناس كتير بصرف عليهم يا رمزي. دلوقتي يعني احتجتلي ها؟ دلوقتي يا دوله احتجتلي، ونسيت امبارح لما المعلم تمثال بعتك تروح تجيب له كشري من عند المحل، رحت وغبت ورجعت وقال ايه؟ اصل المحل قافل وما جبتش حاجه وبعتني انا، ها؟ ورحت لقيت المحل ولا قافل ولا اي حاجه وجبت واشتريت ورجعت، انت اكيد كنت عايز تبعتني انا. لا يا رمزي والله يعني مش قصدي ابعتك انت، بس انا امبارح بجد يا رمزي انا كنت تعبان طول اليوم، من الصبح رحت جبت الاكل بتاع المعلم، وغير كده كمان وقفت في طابور العيد ساعة بحالها يا رمزي، وعملت دورين شاي، وبعدين كمان بعد ده كله خدت الجزمة بتاعة المعلم ورحت صلحتها عند الواد سيد صرمة في اخر الدور يا رمزي. بص يا دولا انت مش هتأثر عليا، مش هصعب عليك، ها؟ مين اللي قاعد يمسح الحمام بتاع امبارح مش انا؟ بص احنا لو دخلنا في صراعات مع بعض ومين كان بيعمل ايه ومين ما كانش بيعمل ايه، ما انا لعلمك برضه انا ماسك عليك زله، انا ممكن اقول للمعلم على الحاجات اللي انت بتعملها. حاجات ايه يا ابو حاجات؟ حاجات ايه؟ حاجات ايه؟ يا سلام، إيه انت ناس انك انت كسرت التمثال بتاع ام نحوتب ورميته في الزباله ورحت جبت ام نحوتب غيره من المخزن وحطيته هنا؟ طب ما انا ممكن اروح اقول له على انك بتدخل الحمام بتاع البازار بالرغم من انه محرج علينا ان احنا ندخله وبيدخلنا الحمام بتاع الاهل. ايوه بس انا يعني عملت كده دخلت الحمام ده مره واحده بس. بص مره هي بقى زي 10 بقى. ها طب بص يا رمزي انا هتفق معاك على اتفاق يعني جامد جدا، انت ما تقولوش على حكايه الحمام وانا مش هقول له على حكايه التماثيل اللي انت بتكسرها، ايه رايك؟ قشطه 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 يا قشطه. الكلمه دي بقالي كتير ما سمعتهاش، كلمه من زمان نفسي اقولها بس مش قادر، نفسي اسمعها بس مش عارف. يا يا رمزي قشطه قشطه قشطه. انت دول اللي عملت فينا كده، انت اللي عملت فينا كده وخلتنا ننسى القشطه والبيضه بقسامنا وكل حاجه. دول دول انت احسن منه بكتير قوي على فكره والله، انت يعني كنت بتزعق لي كتير وبترجع على طول تصالحني، مفيش مره تخصم لي فيها لما تيجي تزودني يا دول. فاكر يا رمزي عشان تعرف ان انا قد ايه كنت بحبك. يلا انت ابن عمي. ربنا يخليك يا دولا. بص بقى انت لازم ترجع معلم من اول وجديد تاني. اتفضل يا دولا اتفضل يا دولا. ارجع معلم تاني؟ اه يا دولا. حسن يجي ولا حاجه؟ لا لا يجي بقى. يا معلم زي الاول صحي انا. دولا هزقني هزقني. انت حيوان. الله يا غبي. بس ازاي؟ دولا خد، انا مش عايز الفلوس دي، خدها. لا يا عم لا 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 دي فلوسك انت، انت ده حقك، ده حقك يا رمزي. لا دولا ليك انت، دولا انا معاك. خلاص نقسمهم بالنص، انت 2 جنيه وانا 10 جنيه. خلاص ماشي. بقول لك ايه يا رمزي، انا ما ينفعش ابقى معلم تاني، الراجل ده برضو يعني خيره علينا يعني. يا عم خير مين بقى يا دولا بقى؟ ده انت بس يا دولا قول للزمن ارجع، والزمن ما ترجع بقى، زمن بقى بطل استهبال. دولا بص بقى، مفيش حل بقى غير ان احنا لازم نمشي الراجل ده من هنا. لا يا رمزي المشي ايه؟ الراجل ده جمايله عليا كتير جدا يا رمزي. يا دولا جمايل ايه يا دولا؟ ده من معاملته ليك يا عم شكله كان ممرمطك وانت صبي عنده. هو صراحة كان ممرمطني ممرمطني يعني، بس انا كنت واخدها على اساس ان هو راجل كبير وبيعلمني الصنعة يعني وبيودكني وكده يعني، وبعدين ده كفاية قوي ان هو اداني البازار بتاعه. يعني هو ادهولك ببلاش يا دولا؟ ما انت قصدت له تمن وعم، وبعدين هو اصلا سابه بعد ما السياحة اتضربت. ايوه وقال لك بقى انفد بجلدي. يا دولا اسمع كلامي، حط ايدك في ايديا علشان نطرد الراجل ده من هنا. قشطة؟ قشطة. هديكم انا ورقة الرهنية تدوني انتوا النقدية. تنح كده ليولا، روح جيب لنا الشاي. يا دولا انت هتفضل ساكت لحد امتى يا عم؟ البازار اللي انينا هيروح مننا يا دولا. هبات فين؟ يا سلام، انت كل اللي همك هتبات فين؟ انا اللي هممني دلوقتي ان البازار ده هيتباع، وبعدين اللي عرفته كمان من ناس كتير جدا ان هو بياخد الفلوس اللي هو من البازار ويروح يلعب بيها قمار، زي ما ضيع بازاراته جاي يضيع بازاراتي. يا خبر ابيض، طب وهتعمل ايه يا دولا؟ انا هتصرف وعالي. بقولك يا معلم، عايزك خد كده. والله حسك عيلة سعادة،
ده انا اللي لسه كنت حلاديلك، كنت عايزك تبني شويه ورق هنا. انا لا همضي على ورق ولا يحزنون. انتوا عمالين بتفرقوا وبترهنوا على اساس ايه يعني؟ على اساس ان انا في مقام والدك ويهمني مصلحتك. يا سلام، ومصلحتي يعني تبقى في بيع البازار وانا اترمي في الشارع؟ يا غشيم، احنا هنرهن البازار ده على 50,000 جنيه، هناخد منهم 40 نشتري بيهم شوية تماثيل، انما السوق تاني يوم هيتباعوا ب100,000 جنيه، يعني في ظرف 24 ساعة يكون معانا 60,000 جنيه صافي ربح. وال60,000 جنيه دول بقى انا هينوبني منهم ايه؟ ايوه الدلع اخويا، الدلع عليا. عايز ايه بقى المرة دي؟ المرة دي بقى انا عايز مروحة يا معلم. مروحة؟ اشمعنى بلافية يعني مروحة؟ المروحة دي عشان انت بقى تهوينا. اتكل على الله يا معلم، ده اخر يوم ليك في البازار. انا عملت اللي عليا وشلتك على راسي من فوق واستقبلتك في بيتي وفتحت لك بازاري. في النهاية عايز تبيع البازار وترمينا انا وعيلتي في الشارع؟ انا اسف جدا يا معلم، اتكل على الله واخر يوم ليك. وبرضو يا معلم عشان تعرف ان انا اصيل، لو احتجت اي حاجة في اي وقت ما تجليش.